منو ماما ام احمد؟ انا والنعم حالك. احنا جايين على مودك. الف هلا. جينا نسلم عليك. السلام عليكم. ما شاء الله. السلام. شلونك عمه؟ هلا بخوي. هلا. يا هلا. انتو يا من عايشه هنا؟ والله انا وولادي دارك. كم واحد عندك؟ عندي ثمان نفرات. زين. اي شلون عايشه؟ جيب لي كرسي ولا ما اقدر اقعد. هاتي مريضه؟ والله عندي فقره مكسوره وسويت عمليه ظهر مفتوح. خطيه. اي. وشلونك هسه؟ والله ان شاء الله زينه. فضل الله فضل الطيبين، والله ابو حيدر ساعدني وساعدونا الطيبين. هو والله تعي تعي استريح هنا، تعي استريح استريحي استريحي. يقول كلهم والله خيرين. زين. يجون يواصلوني زينين علي الحمد لله. الحمد لله. اولادك قد عمرهم؟ والله ابن الكبير مواليد 2000 والاخر 2004 وهذا واحد. عندي خمس بنات. وماما منو؟ هاي جارتنا. ها خطي. شنو اخبارك بعد؟ والله اخباري الحمد لله. تعبانين وزلمتي توفى من الصيف. هم شايف كبير وتعب وتمرض وظلت على وجوه الخيرين. وهسه عمليتك شلونها؟ والله مو حيل، جيني بدني خدرين. اي والله ظهري يوجعني وهاي عندي فتق مثل اخوتي. هم حالوني عمليه ومو عندي. الله يعينك يا يمه. اي والله ولا راتب لا شيء. زلمتي كان رحال نزال قنام قديم وخلانا لا مدارس لا راتب لا شيء. الحمد لله والشكر. بالصيف تمرض ومات وظلينا. الله يعينك يا يمه. الله يكون بعونك ان شاء الله. والله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك. الاخ مهتم بالشؤون الانسانيه ويسال عن احوال الناس ودائما يتفقد يعني العوائل الفقيره. والله انا تحت الصفر. والله رمضان جاني الله شاهد الله شاهد على ما اقول. البارحه من جارتي وداعت عافيتي جبت بطل دهن يسمح حسك هسه خلص. يعني تحت الصفر جا رمضان والله ما عندي اتسوق. الله بيناتنا. يعني هاي الشغله لا فيها حيشاكم كذب ولا وفوتوا وشوفوا. والله ثلاش تفارقه فيها يمكن خمس طماطات. احنا ترى مو منظمه او شيء، احنا قناه الشرقيه. الف هلا. جينا نسلم عليك. الف هلا بكم. وجينا نقول لك يعني احنا بصراحه عندنا فكره نوديش للعمره. بس بما ان انت عمليتك هسه مكيفه. بس والله اول شيء مديونه وثاني شيء مريضه. الله يكون بعونك. اي والله. بما ان انت عندك عمليه وتحتاجين ان انت تسوين العمليه وترتاحين، احنا راح نعطيك المبلغ. وهذا المبلغ انت تتصرفين به. جزاك ورا ما ترتاحين وتسوين العمليه ممكن ترحين للعمره. الله تمام؟ الله خير. عندك نبي تصلين عليه؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الله يفتح عليكم ان شاء الله. تفضلي يمه. هذا المبلغ الك. وعليك الف عافيه. الله يستر عليكم، الله يفتح وجوهكم جاه الله جاه كل من جاه عند الله. شاه الشهر المبارك ان شاء الله. وهذا الاحرام مالتك؟ يا الله. زين. الله. يا به هالهوله صفقه. هالهلوله. انا هالهلوله صار بيها احرام. من صار بيها احرام صارت احلام. شيء كنت اتمناه والله والله العظيم والله كنت اتمناه. الله يشهد على ما اقول. امنيتي بس اقوم ادوس في بيت الله. يدرون دول جيراني كلهم كنت ناذر هذا الشيء. الله بينك وهذا الشيء ما اتوقع. فرحتي اليوم يمكن ما انام بس ازور بيت الله. هذا عندي هو الشيء المهم. بس يقولوا لي مديونه حرام تروحين لبيت الله. الله يكون بعونك. الله يكون بعونك. الله يفتح ابوجك. الله يعوضك. الله يسهل لك. الله ما يقطع. الله عظيم. الله كريم. الله يفتح ابوجكم ان شاء الله. والله ما كنت اتوقع يعني هالبساطه عندكم هذا البيت. الله يفتح عمودكم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نعطيكم الصحه والعافيه. الله يطول عمرك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله فرحه ولادي وبناتي اليوم ان شاء الله. الله يمكنكم على كل شيء تتمنونه. الله يخليك.